شكرا محمد بومريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، احييكم وارحب بحضراتكم اجمل واطيب التحايا في هذه الامسية الرئيسية الخاصة بسن اللقايع. 5 كيلومترات تهجني اصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022، الانطلاقات الخاصة بلقايا اصحاب السمو والشيوخ والسعادة مع مسافة 5 كيلومترات. على بركة الله ننطلق مع شوط رئيسي اخر، على بركة الله ننقب عن المراكز الخمسة الاولى في هذا الشوط الخاص بالقعدان. اسماء عملاقة شاركت وتشارك اليوم في محلنا الرابع ضمن هذه المنافسات الخاصة بميدان الشحانية جوهرة ميادين الخليج. ننطلق نتعرف على المركز الاول، صدارة ومقدمة الشوط موجود على المركز الاول، هجني ام الزبار محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح في المتابعة والتضمير، يليه من الجانب الاخر المنطلق عون لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، غير الى المركز الاول، قاد هذه المجموعة الكبيرة بمتابعة حسين بن سفران، نقل الى المركز الثالث الشارد، غير خطف المركز الثالث من قبل محافظ لهجن ام الزبار عن سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي من الشباب المميزين في دولة قطر في عالم التضمير. من العمق يتدخل هنا ينطلق شعار من شعارات هجن الشحانية على المركز الرابع الى الثالث، اعتقد بان عنجر الله بن عقيل فراع على المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل المري على المركز الثاني. الى المركز الاول غير في مقدمة هذا الشوط الشعار الادعم على المركز الاول، المركز الثاني اختلطت الامور بعضها ببعض شوي. عموما المركز الثاني عند سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز، الثاني عند حسين بن سفران في المتابعة، ثالثا عند سعد بن سالم الهول النعيمي بشعار ام الزبار، وهذا محافظ المركز الرابع موجود لهجن ام الزبار عند محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. المركز الخامس جازم لهجن ام الزبار عند مبارك بن صرير المري. المركز السادس بعلن المركز السادس شعار هجن الشحانية، يجب ان يحترم هذا الشعار، شعار هجن الشحانية الشعار الادعم الكبير شمروخ على المركز السادس لهجن الشحانية عند الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران شبل المضمرين على المركز السادس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، 5 أسماء 5 شعارات 5 مضمرين يخوضون هذه المعركة الرئيسية اليوم في اول الاشواط في الامسية الرئيسية هنا مع هذه الاصايل مع هذه السبك. ولكن نعود الى البرنس الانيق دائما، هذا البرنس الانيق دائما. هنا يتقدم جار الله بن عقيل المري مع المركز الاول مع صدارة ومقدمة الشوط فراع فرع فراع، انطلق في المركز الاول لهجن الشحانية مع برنس المضمرين جار الله بن عقيل المري. ثانيا هذا خطير، هذا خطير على المركز الثاني منذر لهجن انتاج ام الزبار، والله خطير يا جار الله، هذا خطير ما شاء الله. صلوا على رسول الله يا اخواني، هذا من انتاج ام الزبار، الانتاج الشخصي، الانتاج الخطير، الانتاج الفاخر، الانتاج الفاخر. على المركز الثاني يقوده حمد بن سالم بن بريك، هنا بن زهرة يتقدم مع هذا الاسم. المركز الثالث مرحبا بالادعم، مرحبا بالادعم
وبالشعار الكبير هذا هو مستحيل، لا مستحيل مع الأدعم، لا مستحيل. رافقت يا أخواني اسم مستحيل في شوط رئيسي في خنجر الذهبي بالشعار الأدعم مستحيل. المركز الثاني لجنة الشحانية مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران، ثالثا منذر الهجن ام الزبار عند بن بريك. المركز الرابع ادهم، المركز الرابع لهجن انتاج ام الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. خامسا كرار المرخية كرار، المركز الخامس وبمتابعة فلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي، ولكن مستحيل يتصدر المشهد، يتصدر القمة، يبقى في القمة. الأدعم دائما في القمة، دائما وأبدا في كل مكان في كل زمان. القمة، القمة للأدعم في كل ميدان. الله مستحيل، مستحيل. فراع خطير يا جابر، فراع خطير على المركز الثاني، فراع الشحانية اسم آخر شعار من شعارات الأدعم على المركز الثاني اسمه فراع بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، ولكن ثقة الكبار تقود هذا الشبل، شبل المضمرين. كرار قادم يا جابر، كرار قادم يا جابر. حرك السماعة شوي، حرك السماعة شوي. يوه يا سلام، مستحيل. اعطاه صوت شوي، مستحيل، مستحيل. عصاتها ببطانه حتى هذه اللحظة مع المركز الاول، مع الصدارة الشحانية. ادعم، ادعم، ادعم. مستحيل، مستحيل. الشحانية كرار المرخية يحاول، يحاول، يحاول اللحظات الاخيرة، ولكن ثقة الكبار تقود هذا المستحيل. الله عليك يا جابر، الله عليك يا شبل المضمرين. جابر بن سالم بن فران احد اخطر واعنف المضمرين. Good afternoon لك يا جابر، Good afternoon. مساء الخير، مساء ندعم، مساء عنابي، مساء مستحيل. مع المركز الاول يحقق ناموس الشوط الرئيسي بالشعار الادعم الكبير. المركز الثاني كرار اللي ما قصر لهجن المرخية. المركز الثالث، المركز الثالث موجود الهجن ام الزبار. المركز الرابع، المركز الرابع نمبر 2 ادهم لهجن ام الزبار. المركز الخامس، المركز الخامس فراع الهجن الشحانية. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه لحظات الناموس. ثقة الكبار تقود هذا الشبل بكل ثقة، محققا وفائزا ومهديا عشاق شعار هجن الشحانية ناموس هذا الشوط. والعصابة الابطان ما تحركت العصا، العصابة الابطان راق دوامنا. توقيت الزمني 7:44، 84 جزء من الثانية مستحيل لهجن الشحانية بقيادة شبل المضمرين الذي قاده بكل ثقة وعصاته ببطانه ما تحركت. تهانينا للأدعم وعشاقه، تهنئة لشبل المضمرين الذي قاده بكل ثقة في الشوط الرئيسي الأول. كرار كان بالمركز الثاني بشعار هجن المرخية بمتابعة المضمر فلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي. التوقيت الزمني 7:45، 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، كم الثالث؟ المركز الثالث موجود الهجن ام الزبار بمتابعة المضمر محمد بن بخيت بن برقان. مساء الخير بن برقان. توقيت الزمني 7:53، 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهنئة.